في كل مكان مشاهدينا الأعزاء في فلسطين المحتلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما فلسطينية. في النصف الأول منها نسلط الضوء على التصعيد الإسرائيلي الأحدث في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وردود الفعل الفلسطينية الغاضبة وتحذيرات المقاومة من انفجار وشيك. في النصف الثاني من البرنامج نناقش أبرز الملفات التي سيبحثها المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج الذي سيعقد في إسطنبول على مدار 3 أيام ابتداء من 25 من الشهر الجاري. ولكن كما هي العادة نبدأ حلقتنا بموجز لأبرز الأخبار الفلسطينية لهذا الأسبوع. أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح حسين الشيخ استمرار اللقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين، وقال في تصريحات صحفية إن اللقاءات شكلاً من أشكال التفاوض والاشتباك مع الاحتلال. وكان المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أعلن قبل أيام تعليق الاتصالات مع المسؤولين الإسرائيليين. منعت السلطات الإسرائيلية الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية المحظورة من السفر لمدة شهر قابل للتمديد لمدة 6 أشهر، وأفرج عن الشيخ في شهر ديسمبر الماضي بعد اعتقال دام 16 شهراً بتهم التحريض على العنف والإرهاب. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن كافة الأسرى في جميع السجون الاحتلال نفذوا إضراباً شاملاً عن الطعام رفضاً للعقوبات التي فرضتها مؤخراً سلطات السجون ضدهم ضمن فعاليات يوم الغضب التي أقروها للتصدي للسجان وقرارات التنكيل التي اتخذت ضدهم مؤخراً. قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفتى الفلسطيني محمد أبو صلاح وأصابت 5 آخرين بجراح مختلفة خلال مواجهات في قرية سيلية الحارثية في محافظة جنين بالضفة الغربية إثر اندلاع مواجهات سبقت هدم منزل الأسير محمود جرادات. أكد خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج أن حركته لا تريد إنشاء جسم بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية، لكنها ترفض إبقاء أبواب المنظمة مغلقة. وانتقد مشعل إصرار بعض القيادات الفلسطينية التعلق بأوهام أوسلو التي جربها الشعب الفلسطيني طويلاً. بعد هذه الجولة الإخبارية نذهب مباشرة إلى مواضيع حلقتنا ونبدأها من داخل الخط الأخضر. يواصل المستوطنون والقوات الإسرائيلية حملة التصعيد ضد أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة بهدف ترحيلهم والاستيلاء على منازلهم. ونفذ المستوطنون بقيادة عضو الكنيسة اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الثلاثاء الماضي هجوماً جديداً استهدف الأهالي في جورة النقاع في حي الشيخ جراح. واقتحم مستوطنون من أتباع بن غفير مسلحين بالحجارة والسكاكين والآلات الحادة حي الشيخ جراح وشرعوا في تحطيم زجاج السيارات مما خلف أضراراً في 11 سيارة. وافتتح بن غفير الأحد الماضي مكتبا له داخل حي الشيخ جراح ما ساهم في إثارة مزيد من التوتر والاستفزاز لأهالي الحي المقدسي. وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية في مدينة القدس لا سيما في الشيخ جراح وسلوان إنذارات بالإخلاء من منازلها التي تقيم فيها منذ عقود، وذلك لمصلحة المستوطنين وجمعياتهم الاستيطانية. السلطة الفلسطينية من جهتها انتقدت التصعيد في حي الشيخ جراح وهددت فصائل فلسطينية إسرائيل بالرد على استمرار الاعتداءات من قبل المستوطنين. واعتبرت حركة حماس أن اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة لعبا بالنار كما وصفته. ووصفت الخارجية الأردنية الممارسات الإسرائيلية في الحي بأنه تكريس للاحتلال وتقويض لفرص السلام.
لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي السيد خليل تفكجي مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق في القدس المحتلة. سيد خليل أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا بكم. سيد خليل، دعنا نبدأ من التصعيد الأخير، ما هي الأسباب لهذا التصعيد الأحدث ضد أهالي القدس وتحديدا في الشيخ جراح؟ برنامج ورسالة، برنامج إسرائيلي واضح تماما بأنه سيتم تقطيع هذه الأحياء الفلسطينية إلى في سيف الساء في داخل الأحياء اليهودية، وفي نفس الوقت أيضا رسالة إلى العالم العربي والإسلامي والفلسطيني أن القدس قابل للتقسيم. وبالتالي ما يجري الآن في قضية الشيخ جراح الغربي أو ما أطلق عليه جورة النقاع، هذه هي تتمم مما يحدث في داخل مدينة القدس ضمن برنامج يميني متطور. هذا البرنامج اليمين المتطور الذي يعتبر أن القدس هي الرأس والقلب للشعب اليهودي، القدس هي عاصمة لدولة واحدة وهي الدولة العبرية. سيد خليل، يعني ما تشهده الأحياء الفلسطينية في القدس عموما يتزامن مع صدور عشرات القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، بل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ليس فقط الأخيرة، وكذلك العديد من الجانب الوزارية لشؤون القدس وطواقم من الخبراء، وكلها يعني أوصت بوضع العديد من الخطط المختلفة لوقف ما أسمته النزيف اليهودي الحاصل في المدينة، وكذلك تشجيع أكبر نسبة ممكنة منهم للبقاء في هذه المدينة المقدسة على حساب أهلها الأصليين أهل بيت المقدس. الآن ما مدى النجاح في مساعيهم هذه؟ مدينة القدس كما هي معروف بالنسبة للجانب الإسرائيلي هي مدينة طاردة وليست هي مدينة مستقبلة، لأنه هنالك مدينة القدس بالنسبة لهم هي المتدينين أكثر من العلمانيين، وبالتالي هنالك هجرة يهودية من المدينة باتجاه المنطقة الساحلية. الآن الخطط الاستراتيجية الإسرائيلية هي تحويل هذه المدينة إلى مدينة جاذبة وليس إلى مدينة طاردة. على هذا الأساس ما يتم الآن إقامته من مشاريع ضخمة بالإضافة إلى مليارات، وجعل مدينة القدس ذات أفضلية قومية بالنسبة للإسرائيليين، تضخ هذه الأموال من قبل بلدية القدس بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية الحكومة الإسرائيلية باعتبار أن هذه المدينة هي العاصمة. على هذا الأساس بدأ الجانب الإسرائيلي في بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها، وأيضا في نفس الوقت محاولة طغيان النواحي العلمانية بدل الدينية الحريدية في داخل هذه المدينة، لأنه كما هو معروف أن مدينة القدس بعد في يوم السبت تغلق بشكل كامل، أيضا في الأيام اليهودية تغلق بشكل كامل، بينما المناطق تل أبيب تظل مفتوحة بشكل كامل وهنالك حرية حركة، بالإضافة إلى أن هذه المدينة تموت بعد السادسة مساء. الجانب الإسرائيلي اليوم في عملية إعادة تركيب وتشكيل لهذه المدينة، هو يحاول أن يجعلها جاذبة بمعنى زيادة عدد السكان المستوطنين الإسرائيليين سواء كان بغرب القدس أو بشرقها أو في أي مكان، مقابل في نفس الوقت أيضا الصراع الذي يجري الآن في قضية الصراع الديموغرافي. يعني ما يجري الآن بالشيخ جراح هي عملية اقتلاع سكان فلسطينيين وإحلال إسرائيليين. في نفس الوقت ما يجري الآن في القدس الشرقية التي احتلت بعد 67 هي عملية سيطرة على الأرض وخلع السكان الفلسطينيين وطردهم خارج الحدود البلدية أو خارج حدود البلدية كما هو معروف، مقابل جلب مزيد من المستوطنين. جلب المزيد من المستوطنين إذن تحتاج إلى إقامة بنية تحتية، تحتاج إلى إقامة مراكز ثقافية، مراكز علمانية، وجعل هذه المدينة علمانية أكثر مما هي موجودة حاليا دينية. طيب سيد خليل، يعني أنت ربما أشرت لكن بشكل على الأقل غير واضح لسبب آخر لأسباب الطرد الذي أشرت إليه. أنت قلت أن المدينة تعتبر طاردة على الأقل في ضمن الفترة الماضية الناظر إلى عدد المستوطنين، رغم كل التشجيع من قبل دولة الاحتلال وكل برامج الاستيطان وكل برامج الاستفزاز، إلا أنها بقيت طاردة. الآن تحاول دولة الاحتلال أن تجعلها جاذبة. ما هي في تقديرك أهم الرسائل والمعطيات التي تشير إليها أحداث الشيخ جراح ومثيلاتها في أحياء المدينة المقدسة فيما يتعلق بدورها وتأثيرها على مدى تحقيق الاحتلال لسياسته تجاه تهجير الفلسطينيين
وتوسيع المخططات الاستيطانية؟ قضية القدس أو قضية الشيخ جراح هي قضية غير مختلفة عما تكلمت به. أنا اليوم بتكلم عن القدس بكلها، بوجودها شرقها وغربها، أنها هي طاردة للسكان الإسرائيليين العلمانيين. الآن قضية الشيخ جراح هي تجري ضمن سياسة إسرائيلية واضحة تماما بأقلية عربية وأغلبية يهودية. إذن هنالك قضية ما يطلق عليها الهجرة السلبية لليهود من القدس باتجاه الساحل، وهنالك قضية سيادية إسرائيلية تعتبر أن القدس الشرقية والغربية عاصمة. وبالتالي ما يقوم به اليمين الإسرائيلي اليوم من قضية عملية الشيخ جراح وإقامة البؤر الاستيطانية في داخل مدينة القدس، سواء كانت في الأحياء أو عملية مصادرة الأراضي، هي تأتي ضمن نطاق أوسع، وهو قضية أن هذه القدس شرقها وغربها ذات أغلبية يهودية وأقلية عربية. لأنك عندما تقرأ الأدبيات اليهودية تلاحظ بأنها القدس منذ نهاية القرن السادس عشر كانت ذات أغلبية يهودية. كيف كانت؟ لا نعرف من أين جاءوا بهذا الموضوع، وأن هذه القدس لم تكن ولا في يوم من الأيام عاصمة لأي دولة. لكن حقيقة هذه هذا ما يطلقه الجانب الإسرائيلي. الآن ما يجري بالشيخ جراح هي قضية أمنية، يعني بمعنى قضية عملية تفتيت للأحياء. يعني الشيخ جراح هو حي جديد أقيم في نهاية القرن التاسع عشر. هذا الحي هو حي قناصر، حي مؤسسات دينية وصحية ومؤسسات أيضا ثقافية. هو يريد أن ينقل هذه المنطقة من منطقة مؤسسات سيادية، ليست سيادية، هي مؤسسات قناصل أو مناطق أحياء دبلوماسية ومؤسسات صحية، إلى مؤسسات داخل يهودية إسرائيلية. أعطيك مثال على ذلك. في حي الشيخ جراح تم نقل المستشفى الحكومي الأردني إلى مركز لقيادة الشرطة. أيضا القنصلية السعودية الموجودة في هذه المنطقة تم نقلها لمؤسسة أمنية. إذن في هذه المنطقة هو عملية تفتيت الشيخ جراح. ما يجري الآن في الشيخ جراح بالذات هي قضية السيطرة على قضية الحوض المقدس والحوض التاريخي وتفتيت هذه الأحياء الفلسطينية. نعم. طيب الآن إلى أي مدى يعني يقترب المستوطنين مدعومين بهذه الحكومات المتعاقبة الإسرائيلية من تحقيق أهدافهم في حي الشيخ جراح مثلا؟ بداية لا يوجد فرق بين الأحزاب الإسرائيلية، يسار يمين، لا يوجد فرق. يعني أنا كثيرا ما يسألون هذا السؤال، هل هنالك فرق بين اليسار واليمين باتجاه القدس؟ أقول لا، لأنه تيدي كلك عندما كان رئيسا لبلدية القدس وهو من حزب العمل، يعني خلينا نسميه حزب العمل اليساري وليس يسار، اشتراكية دولية، قام بما لم يستطع أن يقوم به خليفته فيما بعد وهو من حزب الليكود أولمر. الآن نحن الآن في قضية الشيخ جراح حولنا الموضوع من موضوع شخصي إلى قضية رأي عام، بمعنى عملية تطهير عرقي. لأننا إذا استعملنا قضية فردا فردا استطعنا أن نخسر هذه المعركة قبل فترة، في عام 2010 عندما تم ترحيل 3-4 عائلات في منطقة الشيخ جراح. الآن إذا لم يكن هنالك ضغوطات ولم يكن هناك تحويل للرأي العام، أنا أعتقد سنخسر هذه المعركة. قبل أيام كانت هنالك عملية هدم منزل صالحية في الشيخ جراح الشمالي، إذا خسرنا هذه المعركة. كسبنا معركة الشيخ جراح الشرقي لأنه حولناها لرأي عام وتحول إلى ضغط دولي. الآن الشيخ جراح الغربي أو جرة النقاع كما يذكر في الأسم، جرة النقاع في هذه المنطقة إذا لم تتحول لرأي عام ستبدأ الجانب الإسرائيلي بتفتيت هذه المنطقة وبالتالي الانتصار. الآن نضغط باتجاه أن يكون هناك رأي عام. لما يكون رأي عام هناك دولي نستطيع أن نكسب هذه القضية. إذا لم يحدث ذلك سنخسر هذه القضية وبالتالي ينفذ المشروع الإسرائيلي. طيب الآن لو جئنا إلى ما جرى في الأسبوع الماضي ومحاولات هذا النائب اليميني المتطرف بن غفير افتتاح مكتبه في هذا الحي المقدسي، لماذا يصر بن غفير على هذا الأمر؟ وهل يعني هو قرار شخصي فقط أم أنه مدعوم بشكل ما من الحكومة الحالية؟
هو مدعوم، لأن أولا اليمين حكومة متطرفة مكونة من يمين إسرائيل متطرف، هذا أولا. اثنين، أحزاب إسرائيلية متنافسة، وهذه الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة هي تتنافس على نقطتين رئيسيتين، القدس العاصمة والاستيطان في الضفة الغربية. فبالتالي ما يحدث الآن في قضية أنه يفتح مكتب هنا أو مكتب هناك، هذه ليست جديدة بالنسبة لليمين الإسرائيلي كثيرا ما هذا. لكن فيما وراء هذا اليمين الإسرائيلي هنالك الدولة، يعني الدولة هي وراء الاستيطان في داخل مدينة القدس، لأنه هي تكون لما يكون واضحة أو الدولة واضحة أمام العالم يكون هنالك ضغط على الحكومة. لكن عندما لم يكون الدولة بل أداة تنفيذية لهذه كما يحدث الآن في الشيخ جراح وما يحدث الآن في سلوان، أن الدولة هي وراء الاستيطان لكن غير ظاهرة، وبالتالي الضغوطات تكون أقل عليها مما هي موجودة عندما تكون هي في الصورة تماما. طيب سيد خليل، يعني لما تحصل مثل هذه الموجات من الهجوم الاستيطاني أو الإجراءات ضد أهالي الأحياء المقدسية، يعني إيش التبريرات؟ يعني ما هي التبريرات التي يسوقها المستوطنون وقياداتهم المتطرفة من أمثال إيتمار بن غفير؟ يعني لماذا مثلا، أنا أعرف أنها تأتي في سياق استراتيجية إسرائيلية، استراتيجية الأحزاب اليمينية، لكن هل هناك ذرائع يسوقونها لمثل هذه الإجراءات ضد الأهالي؟ اولا يعني معروف تماما انه هذه المناطق ويقول انها كانت املاك يهوديه ما قبل عام 1948، يعني في قضيه الشيخ جراح الغربي والشيخ جراح الشرقي ان هي اراضي يهوديه قبل عام 1948، عندما جاءت اسرائيل ب 67 قالت سنعيد هذه الاملاك لليهود، بينما املاكنا نحن كفلسطينيين في القدس الغربيه او في داخل 48 لا يحق لنا المطالبه بها. إذا السبب الأول في ما يحدث الآن في الشيخ جراح، خلينا نسميه عمائل، الذي يتكلم بيقول لك كانت لدينا هنا أملاكنا، كنا ساكنين هنا قبل 48 قبل أن نهاجر إلى داخل الدولة العبرية بعد 48. في هذا السياق، لكن السياق الكبير اللي هو مش واضح في هذا الإطار هو عملية أمنية، يعني عملية التفتيت، عملية التطويق والاختراق والتشتيت. يعني عملية تطويق الحي الفلسطيني، ثم عملية اختراقه بالبؤر الاستيطانية، ثم عملية تحويله لفي سيفساء. هذه هي النظرية الأمنية الإسرائيلية في قضية الأحياء، لأن هي تعلمت من الانتفاضة الأولى 1987 والانتفاضة الثانية بال2000، لأن هنالك عندما يكون هنالك تواصل جغرافي بين الأحياء بمعنى عدم السيطرة على هذه الأحياء، بينما عندما تفتت هذه الأحياء تستطيع أن تسيطر عليها. هذا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية هي القضية الديموغرافية. القضية هي التي الديموغرافية التي تؤرخ الجانب الإسرائيلي، سواء كان في فلسطين التاريخية، في الضفة الغربية، في أي مكان هي تؤرخها. هي تريد أقلية عربية لا تتجاوز 12% في داخل مدينة القدس. نحن الآن تقريبا 38، وهنالك الإحصائيات الإسرائيلية تتكلم أنه في عام 2040 سنكون 55%. إذن هذه التي تؤرخ الجانب الإسرائيلي. لكن الأسلوب الذي يستخدم أو السبب الذي يستخدم أنه هذه أراضي يهودية. نعم. طيب أستاذ خليل، الآن ذكرت حضرتك أنه واحدة من الأمور المهمة إذا جاز التعبير، الأدوات أو الأسلحة في مقاومة هذه العملية لتهويد مدينة القدس هي تحويل مثل هذه القضايا، وخاصة حي الشيخ جراح والحياة المختلفة، تحويلها إلى قضايا رأي عام دولي. هذا شيء. الجانب الآخر الذي يعني يتابعه المتابعون لما يجري في القدس هو العمل في المجال القانوني. هل يعني يكفي مثلا هذان المحوران من العمل، وإلى أي مدى المحور القانوني يعمل ويؤثر في وقف حالة التصعيد الإسرائيلي من قبل المستوطنين على أهالي القدس؟ الناحية القانونية هي كسب وقت، لأنه القانون، التشريع، المحامي، القاضي، المحكمة هي لخدمة الاستيطان. يعني كل هذه خدمتها. إحنا ما نستخدمه الآن بالجانب الإسرائيلي بالناحية القانونية لكسب الوقت على الأقل لإحداث انفراجة سياسية ما. لكن قضية الشيخ جراح خسرناها، يعني قضية جورة النقاع أو ما يطلق عليه اسم كوبانية مهارون هذه من 84. نحن نخوض معارك أمام الجانب الإسرائيلي و
ولم نكسب ولا في قضية، لكن كنا نؤجل لعسى لعل وعسى أن تكون لك انفراجة في داخل في انفراجة سياسية. أيضا في الشيخ جراح الشرقي منذ عام 1970 ونحن نخوض هذه المعركة. يعني عندما تذهب للمحكمة الصلح والاستئناف والعليا يكون النتيجة أن القاضي حتى لو أردت أن تكسبها يحول القضية بالمحكمة من 3 قضاة إلى 9 من أجل أن تخسر القضية. أيضا حتى لو أحضرت أوراق، يعني أنا طبيعة في قضية الشيخ جراح تابعتها بشكل كامل منذ عام 1972 وحتى عندما ذهبنا إلى تركيا وأحضرنا الوثائق الرسمية وكنت على رأس الوفد الذي ذهب إلى أنقرة وأحضرها هذه الوثائق. هذه الوثائق عندما تحضرها للجانب الإسرائيلي ينظر إليها ويقول لك حتى لو كانت 99 و9 بالعشرة الأوراق لك يعني لصالحك لخدمتك يكون لصالحك، يكون العكس تماما أن الجانب الإسرائيلي لا يأخذ عينا بالاعتبار أنك قد أحضرتها متأخرا أو أن هذه الورقة كانت يجب أن تبرز قبل 10 سنوات أو غير ذلك من الحجج. وبالتالي في قضية الشيخ جراح أن المحاكم الإسرائيلية لا، إذا كنت ذاهب للمحاكم الإسرائيلية لن تكسب ولا قضية، لم نكسب ولا قضية منذ 67 لليوم. طيب إذا تحويل المسائل إلى رأي عام دولي، المحاولة رغم عدم النجاح في المجال القانوني لكن محاولة كسب الوقت. الأمر الآخر الذي يعني يتساءل عنه الناس، يعني الورقة السياسية، يعني أين التأثير السياسي وخاصة للسلطة الفلسطينية وللدولة الأردنية هذا من جهة رسميا وللفصائل الفلسطينية من جهة أخرى فيما يجري في مدينة القدس؟ يعني خلينا نكون صريحين بهذا الموضوع. يعني يمكن أول مرة إنه في عام 1995 تم مصادرة أراضي في داخل مدينة القدس. في تلك الفترة مثلت شخصيا دولة فلسطين في مجلس الأمن وأخذنا قرار في تلك الفترة بتجميد هذه المصادرة لأنه كان عملية سلمية، السلام تسير في تلك الفترة، فأخذنا مجلس الأمن أخذنا قرار بتجميد هذا العمل. حقيقة الحكومة الأردنية، ما هي المشكلة أن الحكومة الأردنية مش ليس هنا المشكلة، الحكومة الأردنية أنه هذه سجلت هذه الأراضي باسم حارس أملاك العدو، يعني اعتبرتها أملاك يهودية، وكان هنالك موظف من الحكومة الأردنية على هذه الأملاك وسجلت بالطابو باسم حارس أملاك العدو، يعني مسجلة بشكل رسمي. حتى في الشيخ جراح الشرقي عندما تم التوقيع ما بين الحكومة الأردنية والوكالة الغوث قام حارس أملاك العدو اللي هو من الحكومة الأردنية برفع دعوى على الوكالة والحكومة الأردنية أنكم تتصرفون بأراضي ليست بأملاككم. يعني الجانب الإسرائيلي يعتبر أن هذه السجلات هي السجلات الرسمية وبالتالي هو يستخدمها ضدنا، يعني يعتبرها إثبات لحقه بهذا الموضوع. أما السلطة الفلسطينية فحقيقة في اتفاقية أوسلو القدس خارج إطار المفاوضات، القدس تم تأجيلها إلى المرحلة النهائية، وبالتالي نحن الجانب الإسرائيلي يستبق الأحداث اليوم بقضية تثبيت بقضية الفرض الأمر الواقع على الأرض. فرض الأمر الواقع على الأرض بمعنى أنها في المستقبل ستؤخذ بين الاعتبار. يعني أعطيك أرقام، يعني في عام 1992 كان عدد المستوطنين في القدس 110 ألف، يعني اليوم حوالي 240 ألف، يعني يتزايدون. عملية البنى التحتية، عملية التوسع الاستيطاني كلياتها تجري بشكل مهول. طيب أستاذ خليل، حتى نستثمر آخر دقيقة معنا، يعني هل بإمكان السلطة الفلسطينية الآن أن تكون أكثر تأثيراً في المشهد في بيت المقدس؟ لا، المجبور فقط المقدسيين طبعاً مدعومين بشكل سياسي وبشكل السلطة الفلسطينية مدعومين، لكن المقدسي هو الذي خضنا معركة البوابات دون أن تكون هناك السلطة، دخلنا معركة باب الرحمة دون أن تكون هناك السلطة، دخلنا باب العمود دون أن تكون هناك السلطة. السلطة تأتي فيما بعد، لكن الآن المطلوب في داخل هو المقدسيين هم الذين يخوضون المعركة، لكن ضمن استراتيجية واضحة، ضمن مرجعية سياسية واضحة. الآن في القدس مش مرجعيات سياسية،
هنالك تعدد مرجعيات سياسية، وبالتالي نحن الآن نتيجة تفكك المرجعيات السياسية أدت إلى التدهور الحاصل حاليا. في اللحظة التي تكون هنالك قيادة سياسية رأي عام، أنا أعتقد على الأقل سنوقف هذا التدهور. أشكرك سيد خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق، كان معنا من القدس المحتلة. والآن مشاهدينا الكرام نخرج لفاصل قصير، نعود بعده لنتوقف عند انعقاد المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج ونناقش أبرز الملفات التي سيبحثها المؤتمر الذي سيعقد في إسطنبول قبيل نهاية الشهر الجاري. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.